حديثنا اليوم يتلخص في أن نتفقه بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا لا طريق لمعرفته إلا العلم، والعلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إنما العلم بالتعلم، لا يولد إنسان عالما. ولذلك قال عليه السلام: إنما العلم بالتعلم، يعني بأن تتعاطى وسائل الوسائل التي تجعلك عالما أو على الأقل طالب علم. كما أن الحليم المزكى والممدوح ليس هو الذي أنعم الله عليه ففطره حليما، وإنما هو الذي فطر على خلاف ذلك، ثم هو يجاهد نفسه فيتحلم حيث هو ليس بحليم خلقة وفطرة. ولذلك ألحق النبي صلى الله عليه وسلم التحلم بالتعلم، فقال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إذا كان العلم بالتعلم فلا يجوز للمسلم أن يعيش هكذا هملا، لا يهتم بطلب العلم ولو بأقرب طريق شرعه الله عز وجل للناس حتى يرفع عنهم ظلمة الجهل، ألا وهو قول ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسأل ذي خبيرة. السؤال هو كما قال عليه السلام شفاء العي وهو الجهل، إنما شفاء العي السؤال. فينبغي على كل مسلم أن يتعلم ما يجب عليه أن يعرفه من أمور دينه حتى يلقى وجه ربه تبارك وتعالى وهو على بينة من أمره. إنما العلم بالتعلم، هذا الحديث يعني أن كل من يدعي العلم رجما بالغيب حتى يغالي بعضهم فيقول: حدثني قلبي عن ربي، فإنما هو رجل إما أضله الشيطان بغير علم أو وهو يعلم أنه ضال مضل، لأن العلم ليس بمجرد الهوى وادعاء أن له صلة خاصة بالله تبارك وتعالى، فهو يلقي العلم عليه إلقاء كما كان يلقيه ربنا عز وجل ويوحيه على الرسل والأنبياء من قبل محمد عليه الصلاة والسلام. أما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فقد انتهت به الرسل وانتهت به الديانات والشرائع كلها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن النبوة والرسالة قد انقطعت، فلا رسول ولا نبي بعدي. فكل من يدعي الإسلام ثم هو لا يفهم الإسلام من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وأما من طريق أخرى، ومنها ما ابتلي به بعض المسلمين اليوم ممن يدعون المشيخة الذين لا يعلمون شيئا من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما علمهم هواهم وإنما علمهم شهواتهم، فيضللون الناس بغير علم. فينبغي علينا أن نكون على معرفة بالعلم الصحيح لكي ننجو به أن نتبع علما ليس صحيحا وليس موافقا لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء المسلمين قاطبة سلفهم وخلفهم متفقون على أن العلم ليس له طريق إلا هذه الطرق الثلاثة التي ذكرناها: الكتاب
والسنة واتباع الصحابة. ولذلك قال قائلهم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، إلى آخر ما قال. إن الأمر كذلك فلا يجوز للمسلم أن يكون متبعا لكل ناعق لكل صائح يزعم أنه عالم. فالعلم نور، وهذا العلم كما عرفتم جيدا ليس هو إلا قال الله قال رسول الله. فكل من دعاكم إلى ما قال الله وقال رسول الله فهذا الذي يجب اتباعه. أما من كان من المسلمين المدعين الإسلام ويتبعون طرقا شتى ويزعمون أن الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى هي بعدد أنفاس الخلائق، فهذا قول باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة، وبخاصة منها الآية السابقة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسواء كان هذا الداعي يدعو إلى إسلام يفهمه هو بعقله الأعوج وليس من كتاب الله ومن حديث رسول الله، أو لا يتعرف على الإسلام مطلقا كما ابتلي به بعض الشباب اليوم ممن ينتمون إلى بعض الأحزاب وإلى بعض المبادئ الهدامة كالشيوعية مثلا وغيرها. ولا يجوز للمسلمين أن يغتروا بأمثال هؤلاء، لأن ما عندهم من الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأبقى. ولابد بهذه المناسبة من